عبد المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل حدث أنك تقابلت مع رئيس دولة أو ملك لأحد الدول؟ هذا ما سنشاهده في قصة حياتي. ضامنها في إيديك، شايفة يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي، ضامنها في إيديك، شايفة يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها بأماني، سلامي وضماني في كل المعاني والحلوة اللي فيك. حاسسها بأماني، سلامي وضماني في كل المعاني والحلوة اللي فيك. يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما نستلم منكم رسائل بكل الطرق، ولا سيما عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com. ابعت لنا قصة أعجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصة البرنامج. تقدر كمان تشاهد كل الحلقات السابقة على قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة، واعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، وابعت لنا كمان من خلال الفيسبوك صفحة حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة الحقيقية المؤثرة. قصتنا النهاردة بعنوان زيارة أيزنهاور. وطبعا أيزنهاور هو الرئيس الأمريكي الأسبق الشهير. القصة بتحكي عن صديقين شباب كانوا عارفين زيارة أيزنهاور. ولد اسمه بس عايز أقول عنه ولد مكرس اسمه جورج، وصديقه اسمه ماجد. وهما بيحبوا كلمة الله، بيحبوا الكنيسة، وحريصين جدا انهم يكونوا بيرضوا الله في حياتهم بالآية الجميلة اللي تعلموه، اذكر خالقك في ايام شبابك. كانوا بيحكوا مع بعض، وبعدين تطرقوا لصديق، يعني جابوا سيرة صديق ليهم. بدأ ماجد شوية يتكلم سلبي على الصديق الثالث، فجورج قال له انتهروا، قال له من فضلك احنا اتفقنا اني ما نتكلمش الا كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما صيته حسن. قال له يا عمي ما تعقدهاش كده. قال له بصراحة كل مرة اتذكر زيارة الرئيس أيزنهاور بقى حريص. فماجد ما كانش يعرف قصة زيارة الرئيس أيزنهاور، فحكاها له جورج. القصة قصة حقيقية عن الرئيس، رواية ديف أيزنهاور اللي ولد سنة 1969 ورحل عن دنيانا سنة ولد سنة 1890 ورحل عن دنيانا سنة 1969. الرئيس أيزنهاور زار ولد صغير، هذه الموضوع الزيارة، ولد صغير اسمه بول دونالد هالي. الولد كان سنه 7 سنين وكان عنده كانسر، سرطان بعيد عنك، وكان الرئيس بقي، كان أيزنهاور بقي رئيس الولايات المتحدة. طبعا أيزنهاور كان رئيس الولايات المتحدة من سنة 1953 ل 1961، فكان بقي رئيس أيزنهاور. فالولد الصغير بول دونالد هالي بيقول لي بابا يا أنا فرحان بشوف صور الرئيس، أنا نفسي أقابله. فبابا بول اللي هو دونالد هالي خد الولد في حضنه، قال له حبيبي كفايه اشوفه في الجرايد، شوفه في التلفزيون. قال له لا انا نفسي اشوفه شخصيا. فالاب بكل بساطه بدون اي يعني بتعبيرنا بيضحك على الولد كده، قال له طب ابعت له جواب. راح الولد بول اللي سنه 7 سنين بعت رساله للرئاسه في واشنطن لايزنهاور بيقول له انا اسمي بول دونالد هالي وسني 7 سنين وعندي سرطان ويمكن أموت في أي لحظة ونفسي أشوفك. والحصل أنه خبط الباب، فوجئ الأب دونالد هالي بالرئيس أيزنهاور شخصيا جالهم في البيت. وكان لابس طبعا الأب أبو بول لبس يعني بيوصف انه لابس بنطلون جينز مقطع ولابس
ما فيش يعني مش لابس اي حاجة على دراعاته، وتقابل مع الرئيس بشكل قال له انا متأسف سيادة الرئيس ايزنهاور، انا متأسف كده. قال له على فكرة ما تنزعجش، انا جاي علشان بول مش علشانك. وبول قال لبابا اول ما شاف ايزنهاور قال له يا بابا انت مضطرب ليه، ده هو جاي علشاني مش علشانك. طبعا الولد فرحان، حس ان الرئيس الولايات المتحدة الامريكية جاي علشان زيارته. قعد معاه فترة واخده وقال له الرئيس ايزنهاور، قال بول انا صديق شخصي ليك، وخدوا العربية بتاعته وتحدث معاه على الانفراد ورجعه تاني بيته. ولكن الاب ظل طول عمره اللي باقي حزين انه ما عرفش يستقبل ايزنهاور استقبال كويس، واتخض ويعني كان في دهشة، ما قدرش يديله حاجة ساعة، ما قدرش. فظل دايما بيقول انا كان عندي فرصة اني ارحب برئيس الولايات المتحدة ايزنهاور في بيتي، بس قابلته بشكل مضطرب لاني مش جاهز ومش متوقع ابدا انه هيجي. خد الولد بول في العربية بتاعته ورجع بيه تاني. لما جورج حكى لماجد هذه القصة قال له احنا منتظرين مش ايزنهاور يجي يزورنا، احنا منتظرين ملك الملوك ورب الارباب اللي قال انه جاي تاني واحنا في انتظاره. اكيد المسيح جاي تاني. وقال له واذا حصل وانتهت حياتي فجأة احنا هنروح له. في الحالتين لازم نكون في حالة التقوى، منتظرين ملك الملوك ورب الارباب. سأستكمل معك هذه القصة المؤثرة زيارة ايزنهاور بعد ما نستمتع بترنيمة من التراث. يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع. وإيه مع الصوت الأردني الأصيل الرخيم الجبلي سامر بطرسة، ومع العزف الرائع الخطير الجميل مع بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد الترنيمة وتأمل وتمتع معي بالترنيمة في كلام مهم معايا ليك وليكي في قصتنا النهاردة زيارة ايزنهاور. البقية
الرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفلة عديمة على سحاب والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفلة عظيمة على سحاب والسهران يا سائح اترك مفات واسلك في الطريق بثبات وان كان في الطريق ألمات اذكر من في حبك مات. يا سلام على الأجواء الروحية. الترنيمة دي قديمة جدا جدا ولكن ما زال بريقها ورونقها ولا سيما فعلا بدون مجاملة لما سمعناها النهاردة من أخونا الجميل سامر بطرسة وأخويا الحبيب بيتر أنيس. أجواء يعني بيخلوني مش عارف أقول إيه بعد كده بستخسر الكلام ونفسي يكون كله ترنيم في الجو الحلو ده. في قصتنا النهاردة زيارة أيزنهاور زيارة الرئيس أيزنهاور لما بعت لي الطفل 7 سنين بول دونالد وقال له أنا مريض وعندي سرطان ونفسي أشوفك شخصيا وفاجأ المريض الطفل وسافر وراح له على البيت ورن الجرس ودونالد اللي هو أبو بول فوجئ إنه الرئيس بيزوره وكان مش يعني كان لابس لبس بسيط كده ومش حاطط حاجة على كتافه فارتبك فالرئيس قال له ما تنزعجش أنا جاي لبول وأخد بول وقال له أنت يا بول صديق شخصي ليا. أيزنهاور أخد الولد ودخل العربية ورا له حاجات كده الرئاسة وكده وقعد معاه فترة ورجعه تاني لكن ظل الأب دونالد أبو بول طول العمر يقول ياه كان نفسي استقبله في بيتي بس انا ما كنتش جاهز وما كنتش متوقع. وماجد وجورج الشابين كانوا حاطين القصه جورج بشكل خاص حكى لماجد القصه دي وقال له زي ما الرئيس أيزنهاور جه فجاه علشان يقابل بول لكن الاب ما كانش جاهز
أنا وإنت عايزين نكون جاهزين حتى في كلامنا. إذا جاء المسيح مرة تاني إيه الوضع اللي تتمنى تكون فيه؟ في آية جميلة سفر عاموس وأصحاح 4 وعدد 12 بتقول استعد للقاء إلهك. دونالد ما كانش مستعد للقاء الرئيس أيزنهاور، وعلشان كده قضى أغلب وقت عمره اللي باقي حزين إنه ما استمتعش بالزيارة. وأنا وإنت عندنا وعد. 4 مرات في سفر الرؤيا رقم 4 رمز العالم، يعني تلغراف أو إيميل أو رسالة واتساب أو رسالة فيسبوك إنبوكس أو أي حاجة، باعت 4 مرات في سفر الرؤيا الرب يسوع بيقول أنا آتي سريعاً. ومحلاها الكنيسة لما ترد عليه تقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. طبعاً للأسف الكنيسة هو مشتاق أكتر، يعني هو يقول إيه أنا آتي سريعاً، فرد الكنيسة ترد تقول له إيه أمين تعالى سريعاً، لكن هو دايماً أكثر أشواقاً، العريس أكثر أشواقاً من العروس، وبيقول أنا آتي سريعاً، وإحنا في ضعف بنقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع، بس لازم نكون جاهزين. زي ما كانت زيارة أيزنهاور مفاجأة، مجيء المسيح مفاجأة. أعرف ناس، أنا شخصياً أعرف ناس، يعني عايز الحلقة تبقى بسيطة طبعاً، يعني هديك سؤال الحلقة، أذكر على الأقل 40 بجد 40 تأثير عملي تؤثره علينا حقيقة أن الرب يسوع جاي تاني في أي لحظة. هذه الحقيقة لو أنا صدقت أن المسيح جاي تاني في أي لحظة فجأة بتعمل كل حاجة. طبعا 40 من العهد الجديد من الكتاب المقدس، لكن أنا عايز أقولك أني رحت بلد مرة ولقيت قالوا حكولي على شخص قديس وكده، بس كان رقد يعني مات في المسيح. فعملت بحث يعني ليه الراجل ده بالذات هز القرية كلها. تعرف لقيت انه كان كل يوم منتظر المسيح، كان يصحى الصبح بدري يفتح الشباك بتاع الأوضة ويصلي يقول يا رب طول الليل استنيتك تيجي تاني تزورني وتاخدنا السما لانك قلت انا اتي سريعا بس ما جيتش. طول اليوم انتظرك، وطول اليوم كان ينتظر الرب ويقول امين تعالى ايها الرب يسوع في كل موقف، فما بيتخانقش ما بيطلبش حقه، يعني عايش وحاسس انه غريب. ويجي الليل يقول له ربنا كده يا رب طول اليوم استنيتك وما جتش، على العموم يمكن تيجي وانا نايم. فسمعت قصص اكيد هحكيها لك عن هذا الاخ في حلقات تانية، بس مجيء الرب التاني لما يبقى حقيقه عمليه بيغير حياته. يعني يقول كده في رسالة روميا صح 13 يقول قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالقسام والحسد، بل البسوا الرب يسوع لأن ربنا قرب يجي علينا أن نسهر. قال الرب يسوع اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. تأثير تاني مثلا لمجيء الرب التعقل للصلوات، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات، بطرس الأولى 4:7. كورنثوس الثانية 5 بيتكلم على أن احنا غرباء وبيقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. إذا مش هو يعني انت أنا في مجيئه وإحنا رحنا له مستوطنين كنا أم متغربين نحترس أن نكون مرضين. أنا بتخيل إنسان وقابلت بعض منهم عايشين المسيح ومجيئه بطريقة عملية. يعني لسه نزلت عند أحد الخدام العظماء قسيس جميل، فنزل عنده كنا في كندا في أوتاوا، قسيس وليد بيطار ببعت له التحية. فأول ما حط لنا الفطار قال لي ما جاش، اعتقدت انه منتظر حد يعني. فقلت له مين ما جاش احنا هنا؟ قال لي لا الرب كنت منتظره طول الليل. فقلت له صح الرب ما جاش كده، حسيت ان انا كان المفروض ابقى منتظر. المهم اتعشينا فطرنا وكل يوم، تاني يوم الصبح جهز الفطار وبرضه قال لي على فكره ما جاش. وللاسف ان انا برضه ما فهمتش، يعني كان قالها لي امبارح، قلت له يا هو في حد جاي من الكنيسه؟ قال لي يا اخي زكريا ده انا امبارح قايل لك. فقلت له اه صح الرب ما جاء. يعني هل حقيقة مجيء الرب
بول توقع هذا الطفل، توقع مجيء ايزنهاور، باباه ما توقعش. بول استفاد من الزيارة المفاجأة، الأب ما استفادش. يا رب نكون أنا وإنت بكل قلوبنا صباحا ونهارا طالبين ومنتظرين سرعة مجيء الرب، نقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. أتركك في رعاية الله إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة انتظار مجيء الرب في أي رب. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. الكتاب المقدس بيقول إن الرب يسوع هيجي في أي لحظة. قال المسيح هذا الوقت هذا اليوم ولا الساعة لا يعلم بأحد. هل أنت مستعد لمجيء المسيح؟ قل له أمين تعالى أيها الرب يسوع. هل مجيء المسيح الثاني يخيفك؟ تحتاج أن تتوب وتقول له يا رب جهزني زي العذارى الحكيمات، أبقى مستعد لمجيئك الثاني.